من العادات الطبية الغلط والمعتقدات. كلنا ننظف وداننا دايما على طول بالسلاكة. لا غلط، غلط جدا، لان انا باجي على الشمع اللي موجود، هو ربنا خلينا اصلا ان احنا بنقدر بدننا بتنظف الشمع ده تلقائيا لوحدها، تطلع لوحدها، بتطلع لوحدها من غير ما تحس. هو الشمع ده له فايدة اصلا هو في الاذن؟ ده طبقة زيتية بتحميك من التراب والميكروبات اللي هي تدخل جوه الاذن الوسطى. مهمه يعني؟ طبعا ده مهمه جدا، ربنا ما بيطلعش حاجه مش مهمه. سبحانه يعني سبحانه. شويه الشعر اللي انت اللي موجودين في الودن دول مهمين جدا، اول خط دفاع يحميك ضد البكتيريا والاتربه والميكروبات اللي داخل. الشمع كذلك برضه، الشمع ده ماده لاصقه بيمسك في الاتربه والميكروبات او اي جسم غريب بكتيريا ميكروبات بتاعه ويتنظف تلقائيا. بس منظر مش متحضر يعني، حكايه الشعر والشمع في الاذن يا دكتور. الفكره كلها في حاجه في الغلط دايما اللي احنا بنعمله. في حاجات بنقدر نستخدمها للناس اللي بتكون شمع بزياده او عرضه دايما. منطق الاطباء غسيل اذن وتغسل ودان ده لما تكون مسدوده جدا، لكن في اطرات ممكن تنظف يعني الودن. اطرات بس مش يعني تنصح او لا تنصح الانسان ينظف ودانه اصلا؟ لا، السلاكه دي اصلا بتعمل العكس كمان، بيبقى في شويه شمع موجودين هنا على الطرف. انت بتجيب السلاكه تقوم مدخل جوه، فتقوم مدخل الشمع جوه عامل له انفكشن، يعني قوم بيدخله سادد اكتر كده. انت عملت العكس. عشان كده لا ننصح دايما بالايه، بالسلاكه. كما تفضلت الاذن هي نفسها بتنظف نفسها. سبحان الله سبحان الله.